معايا عبر الهاتف الآن المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث. يا فندم ألف مليون مبروك، رفعت رأسنا النهاردة. ألف مبروك لمصر كلها، إنجاز تاريخي، إنجاز رائع، الحمد لله. الحمد لله، يعني أحمد الجندي رفع رأسنا جميعا حقيقة، رقم أولمبي جديد ورقم عالمي جديد لن يتحطم لسنوات قادمة. والحمد لله زي ما أنت قلت، النشيد الوطني بيتعزف، أهم حاجة ان احنا نسمعه، ويعني فرحنا كلنا الحمد لله. وبرضه برافو لساره طبعا الفضيه النهارده، الحقيقه نتيجه برضه ممتازه ورائعه، والحمد لله. الحمد لله، يعني مصر كلها فرحت النهارده، وترتيبنا يعني تحسن في الجدول ترتيب الميداليات. الحمد لله. قول لي يا فندم شعورك انت تحديدا كمان النهارده، واحمد الجندي بيلعب وقبله كمان طبعا ساره سمير، فكره ان احنا واجهنا بعض سوء الحظ وامور اخرى ممكن نتكلم عنها في وقتها، بس بقى سوء حظ في كثير من الالعاب سواء فرديه او جماعيه اثناء الاولمبياد. كنت قلقان النهارده سوء الحظ ده يلازمنا تاني، ولا كان عندك ثقه؟ الرياضه ما فيهاش كبير، لازم الناس تبقى عارفه ان الواحد يبذل مجهود لغايه ما يعدي خط النهايه، ممكن اي حاجه تحصل. كان ممكن يبقى في عدم توفيق في الفروسيه، حصل مع مهند النهارده وحصل مع سلمى الصبح عندنا، خلاص الحمد لله انه ما حصلش مع احمد، وادى فروسيه اكثر من رائعه، وقدرنا ان احنا نحافظ على الرقم العالمي اللي هو حطمه امبارح اساسا في التصفيات. فالحمد لله. الحمد لله، يعني حرجين جدا بالنتيجه، ميداليه ذهبيه مهمه، انت عارف ان الميداليه الذهبيه اهم من 10 برونز خلاص في ترتيب الميداليات. فكان مهم جدا ان مصر تجيب ذهب النهارده عشان ترفع ترتيبها الحاجه لاقصى. عظيم جدا. احنا مستنيين ميداليات تانية يا فندم ولا كده خلاص؟ لا خلاص، كل اللي فاضل هو نص يوم. فاضل نص يوم لان بكره الختام بالليل. ففاضل بعض الالعاب، فاضل الخماسي، ملك اسماعيل هتلعب نهائيات الخماسي، ربنا يوفقنا ان شاء الله. انما لا اتوقع منافسه على الميداليات، رغم انه مش مستحيل يعني في الرياضه، انما من يعني ما نضغطش عليها لانها مواليد 2005، بطله عالم تحت 19 سنه، يعني وصولها بس للنهائيات حاجه اكثر من رائعه، لو قدرت تخلص ال 10 اوائل يبقى ضغط فيها، احنا مش طالبين من اكتر من كده. طيب عندنا برضو لسه في رفع الاثقال والمصارعه، لا زال في منافسات. نتمنى الخير يعني للجميع، انما لا نتوقع من بدايه الحقيقه. احنا في مجمل ما حدث في الاولمبياد كلجنه اولمبيه، هل احنا راضيين عن ما قدم ولا مش راضيين؟ لا، انا بصفه شخصيه، بصفه امين عام لجنه اولمبيه المصريه، لا طبعا النتائج تعتبر مخيبه، مش مرضيه، لان احنا كان المفروض ان احنا نوصل لحوالي 6 ميداليات، قد تزيد ميداليه او تقل ميداليه، انما دي رياضه في الاخر، يعني كان في اخفاق او عدم توفيق في فرص سيف عيسى في التايكوندو، في كريم كحله في اصابته في رفع الاثقال، عزم الحلبه في الرمايه لم يوفق، زياد السيتي في الشيش، في الصبر لم يوفق، يعني كان عندنا بعض الاخفاقات، وهي دي الرياضه، مش كل واحد عنده فرص بيحققها. صحيح. انما في الاخر يعني نتمنى التوفيق، لما كانت مصر اكبر من كده بكثير، ان شاء الله الجاي يكون افضل باذن الله. احمد الجندي وهو بيلعب في هذه الاولمبياد كان جاهز بنسبه 100% ولا كان مازال يعاني من اصابه؟ لا طبعا ما كانش جاهز بنسبه 100%. احمد الجندي حصل له اصابه من شهرين في بطوله العالم في الصين، بخلع في الكتف، وسحبناه من منافسات السيمي فاينل او قبل النهائي، ما كملناش بيه، فاضطرنا نريحه عشان نجهزه اكثر للاولمبياد، ونبقى فرصه يعني افضل. نفس الحاجه كانت مهند على فكره، كان عنده اصابه برضه في الصين، وبرضه سحبناه من المنافسات وما كملناش. الاثنين وصلوا النهائيات، واحد وفق والثاني لم يوفق، هي دي الرياضه. هل كان جاهز 100%؟ لا، عشان كده كان معانا تيم طبي كامل، بشكرهم جميعا، اكثر من 4 أو 5 اطباء معانا شغالين، كل واحد ليه وظيفته وحاجته اللي بيشتغل فيها. والحمد لله، الحمد لله قدرنا يعني يفضل زي ما نقول كده متلصم لغايه ما جاب لنا الميداليه، الحمد لله.